تفضل تفضل. يسلموا يسلموا. أنا كلمت الحقيقة أستاذ أحمد المغرب، وقلت له أبو مصطفى وهجني توهيجة بالثقافة وأنا ما أفهم فيها شيء، يعني في عندك الدكتور خالد، في عندك أبو ماهر، أستاذ عصام، دول المتبحرين في بحر الثقافة، توهق هالعجوز المسكين ليش فيها؟ فقلت له غششني شوية يا أستاذ أحمد، فقال لي لا ما يحتاج، أنت بس قول هذا أحمد هلال وأنا بأخذ عنك المهمة. أنت أستاذنا يا الله يخليك يا سيدي، الله يطول عمرك. طبعا الأستاذ أحمد صالح الهلال من مواليد الأحساء، عمل مراسلا في المجلة العربية من 2009 إلى بداية 2016، كاتب مقال أسبوعي في صفحة الرأي بجريدة اليوم السعودية من 2014 إلى بداية 2017، عمل مراسلا لصحيفة الاقتصادية الملحق الثقافي لمدة سنة في 2005، كاتب مقال أسبوعي في الملحق الثقافي لصحيفة أخبار الخليج البحرينية لمدة عام، نشر العديد من المقالات في صحيفة الرأي الكويتية، وكتب في الصفحة الأخيرة في مجلة الدوحة القطرية، نشر وكتب الكثير من المواد الثقافية في صحيفة الجزيرة السعودية المجلة الثقافية، نشر وكتب في العديد من الدوريات والصحف السعودية، شارك في ورقة بعنوان الفعل المؤسساتي لدى المثقف السعودي في الأيام الثقافية العماني السعودي في صالون فاطمة لعليان في سلطنة عمان الشقيقة، ندوة بعنوان هوية المثقف وتدشين كتاب لست من هذه الطائفة في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي بالبحرين، وندوة المثقف الوطني ومعالج الاختلاف في منتدى الثلاثاء القطيف الثقافي في القطيف. لديه كتابان بعنوان خطيئة السؤال قراءة في ثقافة المعنى صدر عام 2017، وكتاب بعنوان لست من هذه الطائفة صادر عام 2018. يقول ضيفنا لهذه الليلة أن المثقفين العرب ليسوا أوصياء على المجتمع، ويقول أيضا أن لدينا ظاهرة هلامية بمفهوم المثقف التي ولدت طبقة من المثقفين الانطباعيين والسطحيين والانتهازيين أو الانتهازيين. ويتوقف الأستاذ الهلال عند مفهوم المثقف ويسأل إذا ما كانت الذهنية العربية الآن وفي ظل الاجتياح الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي يشكل محورا مهما بالنسبة لها، أي الذهنية العربية. أعتقد أنه كلامه هذه الليلة سيتمحور على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو هكذا هذا اللي غششني فيه وقال لي أنه أنا بتكلم عن من يسمون أنفسهم مثقفين ويكتبوا وينشروا الفوضى في الفضاء، في فضاء التواصل الاجتماعي. يقول لو سئلت عن أبرز عيب يعاني منه المثقف العربي ويبدو ملازما له كظل يرافق صاحبه أينما اتجه، وهو يحاول منه الفكاك أو لا يحاول لأنه قد لا يشعر به، إما لغرور أصابه فأعماه أن يرى عيوبه، أو لإحباط ويأس من أن تتغير حاله، أو هو عاجز أمامه من جراء ما هو متأصل به ولم يكتشف بعد كيفية الخروج من دوامته. وأنا هنا، يقول الضيف، لا أتحدث عن فرد معين من المثقفين، إنما أتحدث عن حالة عامة يعاني منها المثقف العربي قد يشد عنها بعضنا بنسبة ما عن بقية المثقفين، ولكن تبقى النسبة الكبرى محل تساؤل ومن ثم بحث ودراسة. فكر معي قليلا، هو يقول، وقل لي ما هو ذلك العيب الذي يلازم المثقف العربي من عصر ولادة مصطلح المثقف في الفضاء العربي منتصف القرن الماضي تقريبا، وهو العصر الذي بدأ فيه لأول مرة تداول المصطلح واتساع حضوره في المشهد الثقافي إلى يومنا هذا. ذلك العيب الملازم له هو أنه لا يزال يعيش بدائية الفكرة،
أي بداية المعرفة والتعاطي مع المصطلحات والأفكار الجديدة، وعلى رأسها فيما أعتقد مصطلح المثقف، الذي كان أهم تحدي واجه المشتغلين بالشأن الثقافي كمؤثرين به وليس متأثرين. وضرب الهلال أستاذ أحمد على مثالا على عقدة البدائية هذه قائلا: حينما نأخذ مصطلح المثقف ونبحث عن دلالة فلسفية له من إنتاج المثقف العربي، نكتشف أنه لا وجود لأي مفهوم فلسفي لذات المصطلح. وأنا هنا لا أنفي كلام الأستاذ أحمد، وأنا هنا لا أنفي دور المثقف، ولكني أحاول تشخيص حاله، لأن مسؤوليته في المجتمع كبيرة، فهو الذي بيده توعية الجماهير على حد قول المفكر والفيلسوف المصري مراد وهبة. ومن هنا في ظني هو أحد الأسباب، إن لم تكن الرئيسية، في تردي حالة الوعي في المجتمع العربي. أما بخصوص في تردي حالة الوعي في المجتمع العربي أما بخصوص حصار الحراك الثقافي في مجتمعاتنا العربية، فلم يكن تاريخ المثقف في العالم وبالأخص المثقف الغربي مفروشا بالورود. فالمجتمعات الإنسانية لطالما كانت مشككة ورافضة للتغيير، ومن هنا يجب على المثقف العربي أن لا يتوقع التغيير في زمنه هو، فربما حدث التغيير بعد رحيله بسنوات أو عقود. وهكذا كان المثقف في الغرب، وهكذا يتوقع الأستاذ أحمد للمثقف العربي أيضا. وأترك المجال بعد هذه المقدمة والقصيرة والكلام عنه يطول الحقيقة، أنا قرأت عنه الكثير في مما كتب وما كتب عنه، فلا أخذ من وهج كلامه وأطروحته شيئا. تفضل أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي واضح ولا؟ واضح. نعم واضح. صوت واضح. أولا طبعا في البداية أحب أني أشكركم وأشكر الدكتور محمد الهويدي بمصطفى أن منحني هذه الفرصة أن أتحدث أمامكم، وأتمنى أن أضيف شيئا لكم هذه الليلة. وأقول للأستاذ سعيد بأنني أنا ما غششت كل هذا، لكن ما شاء الله عليك يعني تحدث عن شيء أنا ربما نسيته قليلا. يعني لا أطيل عليكم، حديثنا هذه الليلة عن الخطاب الثقافي ونمو الجهل. قد يتبادر إلى أذهان البعض بأن كيف ينمو الجهل، يعني بالعادة الذي ينمو هو العلم وليس الجهل، ولكن للأسف الشديد في حالنا، في حال المجتمعات العربية وفي حال الخطاب العربي للأسف الشديد، سوف نكتشف في من خلال حديثنا أن الجهل ينمو كذلك. كنت وما زلت أتمنى لو أستطيع أن أتنصل من أي هوية خاصة غير هوية الإنسان الصرفة التي لا تنازعها أي صفة أخرى، ولكن هي أمنية لا أظنها سوف يكون لها مسرح على أرض الواقع، لأنها ربما كانت خلاف طبيعة الإنسان المنتمي بطبعه إلى هويات مركبة ومعقدة أحيانا، قد تجعل هوية واحدة تبرز على حساب الهويات الأخرى بسبب أن المجتمع يستحضرها في لغته وحياته. فإن كان المجتمع مجتمعاً قبلياً فهوية القبيلة هي الحاضرة، وإن كان المجتمع عبارة عن طوائف ومذاهب تجد الهوية الطائفية هي المتسيدة فيه، برغم القواسم المشتركة في ذلك المجتمع كثيرة جداً، وقد تحتاج إلى وقت طويل لحصرها، ولكن هذا الكثير يغيب ليحضر القليل منه، أي الهوية الضيقة التي قد تخنق صاحبها وتجعله يعيش بين أعداء وهميين، أو هو من يأتي بهم، أو على أقل تقدير يشعر بأنهم يتربصون به، وما هي إلا ذاته المتربصة به وبغيره. من هذا المنطلق، منطلق الانتماء، يأتي الخطاب الثقافي، سواء كان ذلك الانتماء هو انتماء يعني اجتماعي لقبيلة أو لمذهب، أو كان اجتماعا
يعني أو كان انتماء لفكرة أيديولوجية أو أي فكرة أخرى. يعني من هذا المنطلق، من منطلق الانتماء يأتي الخطاب الثقافي. لهذا لن أتحدث عن مفهوم الخطاب لأني أرى أنه يبدو واضح للجميع باختصار شديد. كل صاحب فن من الفنون هو يعني صاحب خطاب، سواء كان مسرحيا، أديبا، مفكرا، فنانا، ويحمل بالضرورة خطابا، أكان ذلك الخطاب مباشر أم مستتر. بل قد يكون كل شخص هو صاحب خطاب، متى تحدث به للآخر كان هدفه التأثير، وبالتالي خلق حالة وعي ما في المجتمع أو لدى المتلقي. لهذا كل ما أحاوله وأتمناه في هذه الدقائق المعدودة أن أكون موضوعيا في قراءتي لخطابنا الثقافي، ولا أكون متجنيا عليه، وبالتالي لا أرغب أن ينطبق علي قول أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. في البداية كل حديث هو نسبي في حقيقته، فليس هناك حديث مطلق الحقيقة، فكلامي هنا ربما يحمل نسبة من هذه الحقيقة لن تكتمل من وجهة نظري إلا من خلال نقدكم لها. يبدو لي أن من يقرأ خطابنا الثقافي أو من يتلقى هذا الخطاب بوعي حقيقي، وبالخصوص إن كان من خارج هذا الموروث الثقافي العربي، قد ينعته بنعوت عديدة، ولكني لا أظنه سينعته بأنه يؤسس لحالة صحية في المجتمع. وهنا في رأيي تبدو الأزمة الحقيقية، أو قد تكون بين قوسين الجريمة التي يفعلها هذا الخطاب بوعي تارة، أو قد يكون بلا وعي تارة أخرى. ومن هنا حينما نتحدث عن مصطلح الخطاب فنحن أمام إشكالية وليست مشكلة أو إشكال، والفرق كبير وواضح بينهما. فالمشكلة حالة فردية تحتاج إلى حل مفرد، والإشكال لبس علمي يحتاج إلى توضيح. أما الإشكالية التي عليها خطابنا فهي منظومة من المشاكل تحتاج إلى حل شامل لها. إلى أي مدى ينطبق هذا الكلام على خطابنا أنه إشكالية وليس مشكلة، وليس إشكال أو مشكلة؟ قد يرى البعض في الكلام مبالغة، أو لا يخلو من المبالغة، أو لا يمكن إسقاطه على أزمة الخطاب لدينا. ولكن حينما نمسك بمعول التشريح، أي تشريح الخطاب، سوف نكتشف بأن خطابنا ينطبق عليه الحالة الإشكالية، وبالتالي لم نشخص خطابنا تشخيصا موضوعيا، يرى بأن لدينا منظومة من المشاكل تحتاج إلى حل شامل لها، وليست مشكلة أو لبس علمي، إنما هي منظومة من المشاكل تحتاج إلى حل شامل لها. لا أظن بأننا سوف نصل إلى نتيجة تعالج أزماته. لهذا أرى بمفردة الإشكالية أنها هي المفردة التي تمنح الوصف الدقيق لأزمة الخطاب لدينا. لهذا دعونا نتفق على الأقل في هذا اللقاء بأن لدينا خطاب إشكالي، أي منظومة من المشاكل تحتاج إلى حل شامل لها. فليست في خطابنا مشكلة فردية تحتاج إلى حل، أو لبس علمي يحتاج إلى توضيح. وحتى لا يكون الحديث بعيدا عن الأمثلة، سوف أتحدث في البداية عن الخطاب التقليدي لدى جماعة ما، وكيف هو يمثل الحالة الإشكالية. وبعدها سوف أتحدث عن الخطاب الجديد، أي تويتر وأخواتها، أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، لنكتشف بعد ذلك إلى أي مدى هناك التقاء مرضي بين الخطابين، خطاب التقليد القديم وخطاب تويتر والسوشيال ميديا اللي مفترض أنه يعني يتعاطون مع شباب وجيل جديد غير الجيل السابق. لو أخذنا، طبعا أنا لن أتحدث عن خطاب لجماعة معينة، لن أذكر جماعة، لأني أرى بأن الإشكالية هي إشكالية يعني لدى الجميع، سواء كانت جماعة دينية أم جماعة علمانية أم قومية أم حزبية، هي مرض اجتماعي. خلنا نقول لو أخذنا مفردة الإقصاء للتدليل بأن لدينا خطاب إشكالي، أي منظومة من المشاكل، لو أخذنا مفردة الإقصاء الذي قد نتفق عليها جميعا بأن لدينا خطاب إقصائي، أو الجماعة السابقة الخطاب التقليدي كان يمارس علينا إقصاء، فالإقصاء
قد يكون نحن متفقين بأن لدينا خطابا إقصائيا، بمعنى الدارس لهذا الخطاب الإقصائي لدى هذه الجماعة سوف يكتشف النزعة اللا إنسانية أولا، طبعا أولى هذه الأزمات أو أولى هذه المشاكل أو أولى هذه يعني أولى المشكلة التي تشكل بعد ذلك منظومة من المشاكل. إن الإقصائية هي ليست مشكلة فردية حتى نعالجها أو نستطيع علاجها. أولا بمعنى الدارس لهذا الخطاب الإقصائي لدى هذه الجماعة سوف يكتشف النزعة اللا إنسانية في هذا الخطاب أو ضعف شديد في هذه النزعة، لهذا هو لا يساهم أي الخطاب في إيجاد حالة من التعايش السلمي في المجتمع، وإن وجدت هذه الحالة فهي إما مؤقتة أو مبنية على أسس هشة ارتضاها الجميع منعا للتصادم الذي فيه خسارة الكل، وهنا وهذه مشكلة كبرى حينما يكون إيماني بالإنسانية معدوما أو ضعيفا، بمعنى أن أولى أن الأولى من أو إحدى مغذيات الإقصائية أن الخطاب ليس فيه نزعة إنسانية أو النزعة الإنسانية ضعيفة لأنه بطبيعته خطاب إقصائيا، فمن طبيعي أن تكون النزعة اللا إنسانية فيه. ثانيا سوف يكتشف أن اللغة المستخدمة لغة متحيزة في موضوعيتها وليست محايدة، ومن هنا يجب أن أكون على حذر من هذه اللغة لأن العبارة بهذه اللغة مقصودة ومن يقولها يعي أو متقصد ما يقول. بمعنى آخر اللغة الإقصائية لدى هذه الجماعة هنا معيارية يتم بها تشخيص الآخر المخالف وبالتالي الحكم عليه، فاللغة الإقصائية هنا لغة معيارية وليست مجرد تعبير. فالإشكالية الثانية قلنا الإشكالية الأولى قلنا النزعة اللا إنسانية أو ضعف النزعة الإنسانية. الإشكالية المشكلة الثانية هو اللغة المتحيزة، وكما يقول عالم اللغة الألماني هومبولت إن اللغة هي التي تشكل العالم المشترك للأفراد والجماعات، وإن إدراك العالم الخارجي لا يتم إلا بواسطتها. وأظن هو القائل لديه كلمة بأن نحن نعيش في عالم شكلته اللغة. ثالثا سوف يكتشف أنه خطابا يحجب البحث عن اكتشاف الحقيقة لأنه دغمائي لا عقلاني، أو عقلانيته هي ما تخدم أيديولوجيته، دون هذا فهو قد يجد تبرير لكل شيء وبالتالي يحد كثيرا من استقلالية أفراده، لأن الديمقراطية هنا تكاد تكون معدومة، فهناك فكرة واحدة يجب الإيمان بتفسير واحد لها، بمعنى آخر مفهوم العقلانية لدى هذه الجماعة مقنن بهذا التفسير. الرابع سوف يجد لدى هذه الجماعة نزعة أسطورية ترى بذاتها أنها فوق الجميع لقدسيتها، وهذا قد نجده كثيرا لدى الجماعات الدينية أو الجماعات حتى السياسية في نفس الوقت. ولن أتحدث عن حالة الصراع النفسي التي قد يوجدها لدى جماعته، يعني هذا الخطاب الإقصائي هناك حالة نفسية لن أتحدث عنها. لهذا صوتي واضح يا شباب؟ صوتك واضح، ونرجم الأخ عبد الله الحسن لا يفتح الميكروفون. لحظة أستاذ أحمد، أنا راح أقفل الميكروفونات وراح أفتح لك فقط لحظة. أوكي. بس تفضل. أيوه تفضل. يلا. ولن أتحدث عن حالة الصراع النفسي التي قد يجدها لدى جماعته، لهذا تجد الخارج على هذه الجماعة إلى جماعة أيديولوجية أخرى يمارس ذات الإقصاء وإن اختلفت الأيديولوجية. خامسا وفي الأخير سوف يجد إرث كبير من أدبياتها الدارس، أنا هنا أتحدث عن دارس لهذا الخطاب، سوف يجد إرث كبير من أدبياتها تغذي هذه الإقصائية. وأنا أظن هذه القراءة، قراءتي للخطاب، هي قراءة أشبه بالانطباعية، ولكن لو كانت هناك قراءة منهجية أعتقد أن سوف يخرج الدارس بعيوب كثيرة لهذا الخطاب الإقصائي،
وبأن الإقصائية ليست حالة فردية، إنما هناك مغذيات لهذه الإقصائية، وبالتالي هذه المنظومة هي وراء مفردة الإقصائية. فعلاج الإقصائية مرهون بنقد هذه المنظومة الذي أعي بأنها قد لا تكون بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى وقت بسبب الإرث الكبير لدى هذه الجماعة. طبعا الوقت المعطى هنا قد يختلف من جماعة إلى أخرى. هذا الخطاب التقليدي الذي أولى أهدافه تشكيل ذهنية منغلقة على أفكاره وأيديولوجيته هو ماض مستمر لا وجود لحركة التاريخ فيه. لهذا حينما تحاور أصحاب هذا الخطاب يجب أن تشعرهم بأن العالم يتغير، والسؤال الذي قد يبدو أكثر وضوحاً ويبحث عن إجابة له الآن، هل هذه الذهنية تحافظ على العقل الجمعي؟ يعني هم دائماً حجتهم هو حفظ الجماعة، حفظ الفكرة. يعني هل هذه الذهنية الإقصائية الذي تقمع الحرية لدى جماعتها تحديداً، ناهيك عن المختلف معها في الخارج، هل هذه الذهنية تحافظ على العقل الجمعي ومن ثم تضعه في مصاف صناع الحضارة اليوم؟ هذا السؤال يكشف حقيقة المسكوت عنه. فإن قلت نعم فعليك أن تأتي بدليل حتى ولو كان يتيما، وإن قلت لا فلماذا تقاتل في سبيل بقاء شيء لا سبيل الحفاظ عليه؟ مشكلة هذه الذهنية أنها يشكلها أفراد ليحكموا على كل من يأتي بعدهم بوقوف حركة التاريخ، فليس هناك زمن للحاضر ولا للمستقبل، إنها فعل لماض مستمر يحتاج لمن يدفع بعجلة التاريخ ليتجاوزه. ومن هنا تجد أن هذه الذهنية لا تحافظ إلا على شيء واحد، على استمرار ماكينة هدر الطاقة في المجتمع سواء شاء حراسها ذلك أم لم يشاء. فالمقدمات تجعلك تتنبأ بالنتائج كما يقول أهل المنطق. لهذا أي حركة عكس حركة التاريخ لتساهم في نمو الجهل ليس بمعنى واحد ولكن بمعنيين: الجهل بما هو ضد العلم، والجهل الذي يعني العصبية. لأن مفردة الجهل أساساً هي تعطي معنى ضد العلم وتعطي معنى التعصب، ولهذا سمي العصر الجاهلي بالعصر الجهلي لحالة العصبية الذي فيه. فهنا ينمو الجهل للأسف، ولكن ليس بمعنى واحد ولكن بمعنيين: الجهل بمعنى التعصب، الجهل بما هو ضد العلم، والجهل بما هو التعصب. إن أتينا إلى الخطاب الآخر، إن جئنا إلى الخطاب الآخر، والخطاب الآخر دائما يرى بنفسه بأنه خطاب يحمل التجديد ويحمل التنوير ويستخدم آليات وأدوات مختلفة عن الخطاب التقليدي. كيف يتعاطى، كيف يقدم هذا الخطاب الجديد الذي كثيرا ما ندافع عنه نحن؟ يعني يمكن نحن إذا كنا من الجيل الحالي أو نحن من هذا الجيل كثيرا ما كنا ندافع عن هذا الخطاب. وحينما نأتي إلى الخطاب الجديد، تويتر وأخواتها، السوشيال ميديا بالعموم، الذي يدعي جزء من أصحابه بأنهم يقفون بالضد من جماعة الخطاب التقليدي، وبالتالي يعيشون حالة ليبرالية إنجاز التعبير أو حرية فكر غير معهودة كما يحب البعض أن يطلق عليه على هذه الجماعة، برغم أن جزء من يشكل هذا الخطاب هم جماعة الخطاب التقليدي. يعني جزء من هذا الخطاب، أي خطاب تويتر، جزء منها أن هذه الجماعة التقليدية هي انتقلت أساساً في هذا الخطاب في هذه القنوات يعني تقدم خطابها من جديد. يعني والسؤال هنا: ما الذي يحصل في هذا الخطاب؟ ما الذي يحصل في هذا الخطاب؟ إذا كان في ظني، إذا كان الغرب جاء بفلسفة الفن للفن، وهي نظرية قائمة على أن ليس الفن غاية أيديولوجية أو أخلاقية، وأن جمالية الفن في ذاته، فإن العرب اليوم في زمن السوشيال ميديا جاء بفلسفة الكلام للكلام، ومن لم يصدق بهذه النظرية الحديثة، أي الكلام للكلام الذي جاء بها العربي أو شابه شك فيما أقول، فليتابع اليوم واصطلح على تسميته بالسوشيال ميديا من تويتر وأخواتها، ليكتشف أن الكلام فيها قائم على أذنه إلى درجة أنك في كل غمضة عين والتفاتة تجد نفسك من حيث لا تعلم مضافا إلى مجموعة واتسابية ترفع شعار الكلام أولا، الكلام دائما
وإن لم تشاركهم متعة الكلام واخترت الصمت عليه قد تجد نفسك خارج هذه المجموعة، سواء كان خروجا ماديا أم معنويا، لأنك عضو معطل جوهر هذه النظرية القائم على اللسان، أي مد لسانك حيثما يقف بك. فالكلام هنا بحد ذاته قيمة عند هؤلاء، فليس المهم أن تقول صوابا، وإنما كسر التابوهات أي المحرمات ونقد الحالة الاجتماعية أو السياسية، حتى وإن كان نقدا ليس له من النقد إلا اسمه أو نقدا غير موضوعي. فالمهم أنك كسرت حاجز الصمت وتكلمت بأعلى صوت. فالصوت هنا يجب أن يعلو على كل شيء ولا يعلو عليه أحد. هذه الحالة تبدو اليوم ظاهرة حقيقية بدت حاضرة في المجتمع ولها تأثيرها عليه، وباتت هذه اللغة الجديدة إن جاز لنا قول ذلك تنعكس حتى على الكثير من النخب من مثقفين وأكاديميين مع فارق النسبة. فأصبحت اللغة التي يتكلم بها هذا المثقف أو ذلك الأكاديمي لغة بعيدة عن اللغة التي اعتاد الكتابة بها في بحوثه ومقالاته، حينما كان يراعي الموضوعية ويحاول الاجتهاد في دراسة الحالة ليتخلى عن هذا عبر تويتر أو السوشيال ميديا الحديثة، ليضع جملة تشغل المجتمع بين مؤيد ومناصر لها دون أن يكون لها في القالب أي قيمة أكاديمية أو علمية، ومع هذا تجده ينافح عنها وكأنها الصواب في موضوعيته. وهكذا دواليك يتكرر ذات الشيء في كل مرة ولا نبالغ في أقل جزء من الثانية، حالة سجال مستمر. فالكلام هنا يبدأ ولكن لا نعرف متى وأين ينتهي. إضافة أن العصبية في خطاب تويتر لم تعد محصورة في القبيلة أو الطائفة والعرق أو جماعات معروفة كما كان سابقاً، بل أصبح كل اختلاف يولد عصبيته. فأصبحت هناك عصبية سياسية وليبرالية وعلمانية، والغريب بين قوسين ديمقراطية، وعصبية للرأي حتى لو ثبت خطأه، بل هناك من يتعصب لزعيم ويلعن كل من يعارضه وحجته في ذلك محبته الزعيم. فالمحبة هنا تبرر كل شيء حتى لو كانت ليس على حساب الآخرين فقط بل على حساب العقل والحقيقة. إن العصبية جعلتنا نبتعد عن منطق الفلسفة الذي هو حب الحكمة والبحث عن الحقيقة أيا كان مصدرها، بل حتى إن وجد المتفلسف الباحث عن الحقيقة سرعان ما نهاجمه بعصبيتنا لوأد مشروعه في مهده. لماذا؟ لأن العصبية هي من تحتكر الحقيقة. فالحياد لماذا؟ لأن العصبية هي من تحتكر الحقيقة، فالحياد والرأي المجرد هنا يقودها أهم قاعدة تقف عليها، ولهذا تجد العصبيات منشغلة حد الهوس في تعرية الخصوم والرد عليهم، وهذا ما تحدث عنه الدكتور القذامي في كتابه ثقافة تويتر عن ظاهرة ما سمي بقصف في تويتر. تحدث القذامي عن ظاهرة قصف الجبهة مثلا، يقول انتشرت ثقافة قصف الجبهة وصارت سمة من سمات تويتر، يجري تبادل الثناء على المنتصر ومن يحسم الموقف بالكلمة المسكتة وقاصمة القول وقاصفة الجبهة. بعد ذلك أعطى مثال بإيش في الشيخ عادل الكلبان، ونحن دائما كنا نرى بأن الشيخ في مجتمعنا بالعموم أو الشيخ أو المثقف يكون أكثر ثقلا وأكثر رزانة، ولكنه ماذا يقول الشيخ عادل الكلبان؟ يقول في صحيفة أعتقد عكاب كان له تصريح، يقول تعلم ثقافة قصف الجبهة من السفهاء والحمقى، وهي دروس تلقاها من لحظة دخول تويتر، لحظة دخوله إلى تويتر. قد يظن البعض أنها حالة صحية حينما تنقد العصبيات بعضها بعضا، فربما تولد من حالة النقد والتعري هذه حالة إيجابية تعالج الكثير من أمراضها. قد يكون هذا الرأي صحيحا، ولكن يجب أن لا نعول عليه كثيرا. لماذا؟ لأن حالة النقد هذه غالبا ما هي إلا سجال من هو على حق وليس أين الحقيقة لنتبعها، فهي دعوات للعصبية أولا وأخيرا. باختصار أصبح خطاب الكراهية الذي يبث من وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة لا تحتاج إلى جهد كبير للتدليل عليه. طبعا خرجت إحصائيات كثيرة تتحدث عن أن يعني
أكثر دعوات الكراهية تصدر من وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إحصائيات عالمية على فكرة، يعني هي مشكلة عالمية. ولكن في مجتمعاتنا العربية أعتقد أن يعني يمكن المجتمع، أنا لا أريد أن أقول بأن المجتمعات الغربية ملائكية، ولكن يمكن تستطيع لوجود بعض القوانين أن يعني تمتص أو تقلل من خطاب الكراهية لديها، أو تستطيع معالجته إلى حد ما. لكن في مجتمع مثل لبنان، يعني حينما يعني يكون هناك خطاب كراهية من هذه الوسائل، التويتر أو الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي، في مجتمع مثل لبنان منقسم طائفيا وسياسيا، أعتقد أنه يؤثر فيه تأثيرا كبيرا. بل إحصائيات كثيرة طبعا صدرت، أنا أتذكر من مصدر، من حتى في الأردن كذلك صدر من مرصد أكيد التابع لمعهد الإعلام الأردني بالتعاون مع شبكة الصحافة الأخلاقية بعنوان رصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأردنية، أن منصات التواصل الاجتماعي جاءت في الترتيب الأول من حيث ظهور خطاب الكراهية، ثم الإذاعات كذا بعدها، ثم المطبوعات. وأعتقد قبل ثلاث سنوات كان في ندوة في معرض الكتاب لدينا، تحدث فيها مجموعة من المثقفين من ضمنهم الأستاذ الدكتور سعيد السرحي، وتحدث عن خطاب الكراهية، وقال هو جزء، هو خطاب المجتمع انتقل إلى هذه إلى هذه الوسائل. أما نحن المجتمعات العربية، أنا في رأيي أقرب إلى قول قيل قبل أكثر من ألف سنة من قول حديث الآن. يعني نحن قوم، قالها أبو فراس الحمداني، نحن قوم لا توسط بيننا، نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. كم نحتاج من الزمن حتى نستطيع أن نقتنع مثل هذا المعنى الذي قاله الشاعر أبو فراس الحمداني قبل أكثر من ألف عام، ولا يزال يشكل في وعينا حضورا لم نستطع منه فكاكا حتى هذه اللحظة، بل يتسلل في اللاوعي لدينا دون أن نتحسس، كم هو يقف على طرفي نقيض من أي دعوة لنا للحوار والشراكة مع الآخر. نحن أسرى لهذا البيت، لا زلنا. طبعا هذا البيت مثال ونموذج ربما لأبيات كثيرة. هنا نجد هذه اللغة الحمدانية نسبة إلى الشاعر أبي فراس الحمداني، إن جاز لنا أن نقول ذلك، حضورها لدى الفرد العربي لا يحتاج لدليل، من كثرة ما هي متشكلة كثقافة درجنا عليها، إلى درجة بتنا نتعاطى معها وكأنها جزء طبيعي في خطابنا، ولكن المشكلة المركبة في الغالب والتي قد لا تجد لها تفسيراً وموضوعياً، وربما جعلتك في حالة إحباط، في حالة إحباط ويأس من الوصول لمقاربة منطقة الوسط في أي اختلاف يقع، أن تجد مثقفاً يحمل عنواناً ليبرالياً، هنا الإشكالية، أن تجد مثقف يحمل عنواناً ليبرالياً وصورة قد تبدو نقيضة لكل ما يمت لثقافة الماضين بصلة، أي هو نقيض للغة الشاعر ظاهرياً، ومع هذا تجده يصر على هذه اللغة في كتاباته، بل يتباهى بها ويتشدق وكأنها فتح علمي أحياناً، بل قد تجده يقول لك لا يمكن أن نخطو خطوة على طريق بوابة التغيير إلا من هذه اللغة التي باتت متجلية في أغلب ما يطرح من أفكار، بل لا نبالغ إن قلنا أنها باتت إلى حد كبير القاسم المشترك لدى غالبية التيارات الفكرية في المجتمعات العربية، فهي العقدة التي شكلت الخطاب الثقافي لدينا وجعلت منه خطابا مأزوما، لأنه يحمل النفس الإقصائي حتى وإن تحدث ظاهريا بالروح الجامعة المحتوية لعناصر الاختلاف، يظل حنينه للغة أبي فراس الحمداني في البيت المذكور حاضرة يسترجعه حينما يكتب أو يتحدث ليؤثر في جمهوره، مما يجعلنا أمام خطاب موجه بالدرجة الأولى إلى الذات المؤدلجة أكثر منه خطابا للآخر المختلف أو المتباين عن هذه الذات، برغم غلبة القاسم المشترك إنه خطاب ينطلق بهذه اللغة
من الذات إلى الذات. فالمثقف أو صاحب الأيديولوجيا هنا يتحدث إلى نفسه ليؤكد على حالة الإقصاء حتى وإن لم يقلها صراحة. وفي الختام، إن ممارسة الكتابة الحقيقية وإبداء الرأي تحتاج إلى عقل هادئ واتزان عاطفي، وقبل كل هذا إلى أخلاق ومفردة لغوية مقاربة لتوصيف الحالة، لأن انفلات اللغة من عقالها يجعلنا أمام حالة تحمل فيها اللغة ما لم تحتمل، لتصبح بعد ذلك جزء من المشكلة، بل أكثر من هذا يجعلنا ننصرف عن جوهر ومعنى القضية التي نناقشها إلى تراشق بالألفاظ يزيد الحالة تأزما ويبعدنا عن مناقشة الحل. فالأزمة هنا قطعا أعمق من القضية ذاتها، إنها أزمة عقل ولغة وخطاب ثقافي يقف بالضد من الحل إن لم يكن أساسا في واد، والحل في واد آخر. ومكمن خطورة مثل هذه اللغة، إضافة لما ذكر، أنها أصبحت اليوم في متناول الجميع، لأن السوشيال ميديا أو ما يسمى بالإعلام الحديث مضافا إليه الإعلام التقليدي لم يبقي حرفا منها إلا وساهم في نشره، خصوصا أنها باتت تكسب البعض جمهورا يتغذى على مثل هذه اللغة التي لو تركها لغة أقرب إلى الموضوعية قد تفقده ذلك الجمهور، الذي يبدو أن إرضاءه بات مقدما على الموضوعية والبحث الحقيقي. إننا أمام حالة تكون فيها صناعة الخطاب الفوضوي أمرا لو تركناه لأصبحنا أشبه بالغريب عن ذاته، الذي ترك عادة كانت تغذي فيه وهم التمايز عن غيره. ومن هنا إن لم نقف اليوم وليس غدا موقف الضد الذي لا يجامل من هذه اللغة التي باتت فيها المعرفة الحقيقية حكمة ضالة تبحث عن من يعيدها إلى سياقها الطبيعي، ومن ثم تكون حاضرة إعلاميا، فإننا سوف نعيد ذات الخطاب، قصدنا ذلك أم لم نقصد. وبالتالي هذا الخطاب الجديد ينتج ذات الحالة التي تحدثنا عنها في الخطاب التقليدي، الجهل بمعنيين، الجهل بما هو ضد العلم والجهل بمعنى العصبية. وأخيرا حتى نختم، والسؤال الذي ينطلق هنا من عقاله باحثا عن سبب لهذه الإزدواجية في خطابنا الثقافي أيا كانت هويته، لماذا تعدد هذا الخطاب وبقيت اللغة الإقصائية ذاتها هي القاسم المشترك الذي يجمع بين هذا التعدد؟ أنا سوف أختم برأي وجدته لأستاذنا العلي، أستاذنا محمد العلي، ذكره في كتاب البئر المستحيلة، ثم أختم ونستمع للمداخلة. يقول أستاذنا العلي في كتابه البئر المستحيلة المنطق والانفعال، يتحدث عن العصبية، يبدو أن العصبية تحولت في تلك العصور التي توصف بالذهبية إلى عصبية أخرى، أو إلى تعصب للعلوم والمذاهب والآراء. ما هو التعصب؟ ينقل هنا القاموس النفسي، تعريف القاموس النفسي للتعصب: التعصب عبارة عن اتجاه نفسي موجب أو سالب يجعل الشخص يقف موقفاً معارضاً أو مؤازراً لفكرة أو موضوع معين دون أن يكون مبنياً على دليل منطقي، بحيث يكون ذلك مصحوباً بشحنة انفعالية تحول بين الفرد والسلوك السليم، ويؤدي التعصب إلى عزل الأفراد والجماعات المتعارضة، وهذا ما نحن عليه الآن، وإلى أقامة الحدود الفاصلة بينهم، كما يؤدي إلى التهديد والخوف والصراع والسلوك العدواني. انتهى التعريف الذي ذكره العلي في القاموس النفسي. ثم يقول أستاذنا العلي: التعصب بهذا التعريف النفسي ليس فقط الرفض المطلق والمسبق لما عند الآخرين من علوم وآراء، بل هو الرفض المطلق العدواني أو التناحري، يعني مش يعني اختلاف، إنما هو عدوان وعداء وتناحر بين المختلفين. ثم يقول إنه يتجاوز حتى ذلك الموقف الذي عبر عنه الشاعر القديم وأظنه جاهليا بقوله: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. إن هذا الموقف الذي عليه الشاعر يترك مساحة للسلام بين التجاهين، ولكن التعصب لا يترك مجالا
لمثل هذه المساحة أبدا. ثم يقول: ليس بالمواعظ الرنانة والخطب البتراء يمكن علاج التعصب أو نفي ما لدى الآخر من آراء وعلوم نفيا قاطعا، إن هذا السلوك ليس فرديا حتى نستطيع حصاره وتهريبه بسهولة، إنه سلوك جماعي، سلوك تراكم عليه التاريخ والعادات والتقاليد وملأ أركان الوعي واللاوعي. وهذه حقيقة. ما العمل إذن؟ ثم يقول: ما العمل؟ يبدأ العمل، ثم يذكر هو أستاذنا العلي، يبدأ العمل من المناهج الدراسية، من رياض الأطفال، والبدء من البرنامج الإعلامية منذ الأفلام الكرتونية، والبدء باحترام الطفل منذ الولادة، بل منذ ما قبلها، أي من المرحلة الجنينية. فهل نحن على استعداد لهذا؟ ثم يقول: لا، فالعالم العربي كله مشغول بالصراخ والعويل بسبب الجراح التي تزداد نزفا في جسده وفي روحه، أما أن يبحث عن الدواء ليعرف ما الطريق إلى الشفاء فهذا شيء بعيد. لنعش إذن على حالنا منذ القرون الأولى، ننفي عالم الآخر ومذهب الآخر ورأي الآخر، ونسلم رؤوسنا لرياح الخيال وليس لرياح التغيير، لرياح الخيال، ونقول في رومانسية وخيلاء: نحن كنتم خير أمة أخرجت للناس. والسلام عليكم، شكرا لكم. بمصطفى. شكرا 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 أستاذ أحمد على هذه الأطروحة الجميلة. الله يخليك، تسلم. عندنا بعض المداخلات، أنا بس بدي أسألك سؤال سريع إن شاء الله. هربرت ريد، وهو أحد مفكري الأناركية البريطانيين، يقول: إذا كانت هذه الثقافة فإلى الجحيم بمثل هذه الثقافة. هل هذه الثقافة التي نعيشها وتحدثت عنها هي مثال لإحياء الأناركية التي لا يتحدث عنها الكثير الآن؟ تفضل. طبعا الحالة اللي نحن فيها الآن هي حالة تراكمية، ليست بنت الساعة. لهذا حينما قلنا بأنها تعددت الخطابات وتعددت المدارس، ولكن ظلت اللغة المستخدمة والمفردة المستخدمة هي ذاتها، يعني طريقة التعاطي مع الآخر ومع المختلف هي ذاتها، للأسف لم تتغير. فهي إحياء لكل ما هي إحياء، أنا في رأيي هي إحياء، جزء من إحياء للعصر الجاهلي اللي سمي بالجاهلي لحالة التعصب التي كان يعيشها. فهي إحياء لكل حالة تعصب، لكل حالة، سواء كانت في لدى الغرب في وقت من الأوقات أو لدى المجتمع. لكنها أنا في رأيي هي ثقافة، جزء كبير منها إن لم تكن، يعني إن لم تكن 100%، فهي جزء كبير منها هي ثقافة عربية. يعني الثقافة اللي إحنا فيها هي ثقافة عربية قديمة للأسف الشديد. ولهذا يعني أنا لما حينما انتقد الغذامي وقال بأن يعني الطاغية صناعة الشاعر ولا آخرة، جزء من كلامه صحيح، لم يكن 100% صحيح. يعني للأسف هذه الثقافة هي الذي ثقافة للأسف ثقافة الادعاء، ثقافة اللي إحنا يعني أفضل الناس وغيرنا للأسف الشديد. للأسف لم يعني لا يعني النزعة الإنسانية، إحنا كمسلمين في رأي النزعة الإنسانية التي جاء بها القرآن لحد الآن لم نفهمها، سواء كنا جماعات متدينة إسلامية أو مجتمع أو أفراد. يعني جميل جميل، شكرا. أستاذ محمد الشافعي، عندك مداخلة، تفضل حبيبي. شكرا أبو رمزي، ومنور أبو باسل، وجميل هذا اللقاء الذي استمعنا له خلال هذا المساء. والفكرة المركزية يبدو أنها متماسكة جدا في طرح الصديق والأخ أبو باسل فيما يتعلق بمقاربته النقدية المزدوجة، وهو يقوم
نقد الخطاب المهيمن أو التقليدي يعني صحيح. كما نشاء نسميه، وأيضا في نفس الوقت الخطابات الموازية التي تبلورت على هامش هذا الخطاب السائد والمهيمن. وأعتقد أن هذا الخطاب أو هذا النقد المزدوج سيجعله في منطقة البين بين، وهي المنطقة التي يحاول أن يبتعد فيها عن من انتقدهم وحاول أن ينتقد الطرفين في الواقع. أنا في تصوري، وربما هذه فقط نقطة للبناء على ما تفضل به الأخ أبو باسل فيما يتعلق بأن الخطابات الجديدة أو الخطابات الموازية التي تتبلور في نقد الخطاب المهيمن هي خطابات ردة الفعل وليست خطابات أصيلة، بمعنى أنها قد تتمرد على الخطاب السائد، قد تحاول أن تنتقد بعض الفجوات الموجودة في الخطاب السائد، ولكنها لا تتمرد كثيراً على المنطق الداخلي لخطاب الجماعة وثقافتها السائدة. فمثلاً أختصر أستاذ محمد من فضلك إن شاء الله 30 ثانية بس. فمثلاً ذكر مثلاً أبو باسل بأنه موضوع ترى مدخلته جميلة حصلت لي واسطة يا أبو لا لا ما تمشي الواسطات حبيبي، في واجد مداخلات. خلاص أنا أكتفي، إذا أنا أكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا. سلام. ما أقدر أوصل الفكرة صراحة يعني 30 ثانية ويعني خلاص شكرا جزيلا. تفضل أستاذ أحمد. طبعا هي مداخلة وليس سؤال، وأنا أتفق مداخلة جميلة واقعا الأستاذ محمد الشافعي، يعني من المثقفين اللي أحب أستمع لهم واقعا جدا، فأنا أتفق معه، فطالما أني أتفق معه ف يعني ما نبي نضيع الوقت يعني. جميل جميل. أستاذنا وحبيبنا فرحان الشمري يقول في مداخلة، تقول أن المثقف العربي ليس وصيا على المجتمع، هل ترى أن رجل أو رجال الدين أوصياء على المجتمع أم يجب أن يكونوا موجهين وناصحين لا أكثر؟ طبعا أنا أرى بأن المثقف ورجل الدين قد يعني هم لهم وظيفة في المجتمع يعني، ولكن ليس وظيفة يعني تجعلهم أوصياء، يعني لا رجل الدين هو وصي ولا المثقف وصي. أنا لا أرى وصاية على أحد، يعني يجب أن تقول الفكرة ومن أراد أن يقتنع بها فهو حر، ومن أراد أن لا. هذا المجتمع الطبيعي، يعني خلونا نعيش، يعني إحنا دائما نريد أن نعيش في مجتمع طبيعي فيه اختلاف وفيه تنوع. أنا أعتقد أي شخص، وأنا طبعا لست رافضا للفكرة الدينية، لكن أي شخص يرفض أي فكرة دينية ما أعتقد أن انتهى الإسلام أو انتهى المذهب أو سقط كما يعبر البعض، يعني تجد يعني في سبيل الدفاع عن فكرته يريد أن يلغي الآخر ويلغي فكر الآخر ويلغي معتقد الآخر. أنا ضد هذا بالمطلق، ليس للمثقف أو رجل الدين وصاية على أحد، ما في وصاية على أحد أبدا. شكرا سيدي. أخي صادق إسماعيل تفضل. سعد الله مساكم جميعا بكل خير. ومساك ضيفنا الكريم، حللت أهلا ونزلت سهلا على هذه المنصة الثقافية العريقة علميا. سردك في المقدمة كجراين الماء في بحر لجي، وأنت ملين بالنشاط الثقافي كاتبا وناقدا، وصدر لك كتابين قيمين كما ذكرهما المقدم المخضرم، الأول لست من هذه الطائفة والثاني خطيئة السؤال، وكلاهما بعناوين جذابة والتفكر فيهما يحتاجان لسباح الماهر يعوم في فكر الكاتب الغزير. طلبا وليس أمرا، تحدثنا بإيجاز عن الكتاب الأول لست من هذه الطائفة. طبعا أنت لا تقصد الطائفة القبلية، إنما الطائفة الثقافية إذا صدق حدثي، وعندي لك سؤالين ولك الحق في شط ما تريد منهما. السؤال الأول، ما رأيك بالحراك القائم والساخن بين الطبقات النخبوية بين المزدوجين المثقفين والطبقة الدينية لكونك ناقد محايد مع هذه النخب، وما هو تعقيبك على هذا الحراك؟ هل هو صحي أم ضار للمجتمع؟ السؤال الثاني، معظم المناكفات بين التنوع الثقافي يستخدمون لغة التعميم
ما رأيك بهذه الثقافة؟ هل تعتبر ثقافة جهل؟ ولك مني جزيل الشكر. شكرا أخي صادق، شكرا. أول شيء أنا أشكر الأخ صادق وأشكر ثقته واقعا، ومنكم نستفيد واقعا يعني مش مجاملة، خصوصا من خلال أسئلتك الآن ومداخلتك القيمة. والله يعني أنا بتحدث باختصار شديد، هي تجربتي في الكتابة في الصحف والإعلام، نقلتها في الكتاب، في الكتابين، الكتاب الأول والكتاب الثاني. الكتاب الثاني وهو الأخير، لست من هذه الطائفة، أنا يعني أتحدث عن الطائفة، وأنت قلت يعني لست من الطائفة المتحيزة المتحزبة التي ترى بنفسها هي الحق المطلق وغيرها ضلال مطلق. وهنا أتحدث بالمعنى العام وليس بالمعنى الديني. أي مجتمع، أي جماعة ترى بنفسها بأنها هي الكل بالكل، سواء كانت ليبرالية أو علمانية، أنا من خلال تجربتي المتواضعة واحتكاكي في الصحافة والإعلام، أنا عملت صحفيا واحتكيت بالمثقفين، شفت أمراض رد المثقفين لا تختلف عن أمراض الرجال الدين إن لم تكن هي هي. وأنا أعتقد أن أبرز هذه الأمراض تحدث فيها الليلة. أنا مشكلتي نسيت سؤالك إذا تذكرهم أستاذ سعيد، السؤالين. لا والله أنا مشكلتي ما كتبتهم، لو أدري كتبتهم. لحظة نرجع له. أستاذ صادق تعيد السؤال الثاني من فضلك. السؤال الأول، ما رأيك بالحراك؟ السؤال الأول أي قال رد عليه، السؤال الثاني بالحراك شبه ردينا عليه. طيب السؤال الثاني، معظم المناكفات بين التنوع الثقافي يستخدمون لغة التعميم، ما رأيك بهذه الثقافة؟ هل هي ثقافة جهل؟ شكرا جزيلا. شكرا. شوف، لغة التعميم أنا أستخدمها بشيء واحد، وأنا مع الدكتور عبد الوهاب المسيري حينما قال إذا كانت الظاهرة هي الأساس المنتشرة في المجتمع والشواذ هم الأقلية، فلا تخشى من التعميم فعمم. هنا يعني عمم كما أنا هنا تقريبا، كما في حديث اليوم تقريبا كان هناك تعميم، إن لم يكن هو تعميم طبعا تعميم، ولكن هنا لكل قاعدة شواذ، هناك أناس شواذ لا ينطبق عليهم ما قلته اليوم هذا قطعا، ولكن الظاهرة هي عامة. لكن التعميم بمعنى أني أنا أرى يعني وعمم على الآخرين وأرى بهم الجهل المطلق، يعني سواء يعني إذا كنت أنا علماني أو أحمل فكرا ليبراليا أو علمانيا وأرى بالفكر الديني بأنه بالمطلق هو ما فيه يعني ما فيه شيء مفيد يعني، فهذا أنا التعميم خطأ. وكذلك العكس هو الصحيح، حينما يرى رجل الدين وينظر للفكر الحداثي والفكر العلماني بأنه فكر ضال ومضل أو فكر سيء في المجتمع أو فكر لا يقدم شيئا جديدا للمجتمع أو مضر في المجتمع، أنا ضده. ولهذا أحيانا في قنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وفي بعض الجروبات أشوف بعض الأصدقاء يعني اللي هم يمكن محسوبين على التيار السلفي بالعموم، السلفي بالمعنى العام، بالمعنى الشيعي، بالمعنى السني يعني السلفي، فأشوفهم يعني تكون مداخلاتهم غير لائقة للأسف الشديد في نقد أو غير موضوعية في نقد الخطاب الحداثي أو الخطاب العلماني. أنا أعتقد أن الغرب بالحداثة وبالعلمانية وبالليبرالية تسيد العالم يعني، فهذا أكبر دليل. ونحن نستفيد ونتعلم من منهجية الغرب وإلى آخره، سواء كنا مثقفين أو غير المثقفين. شكرا. استاذ نزار تفضل، عندنا مداخلات مكتوبه بعد ما يخلص الاستاذ نزار سناتي اليها. تفضل. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. احسنت يا استاذ احمد واصبت فيما طرحت وشخصت. انا عندي تعليق، ما عندي سؤال، عندي تعليق او مداخله بسيطه بس، يعني بغض النظر عما يعني طرح من تشخيص للمشاكل يعني في أكثر من
من مثقف وأكثر من متحدث تحدث عن مثل هذه المشاكل، لكن أعتقد المهم هي الحلول. يعني كيف نتخلص؟ وأنت طرحت يعني وأنت طرحت فعلا، يعني أنا أتفق معك فيما طرحته من حلول بالنسبة لما على لسان الأستاذ محمد العلي. فعلا ما نحتاجه هو البدء من النشء، يعني من المنهج التعليمي. صحيح. هذا هو في رأيي هو الحل، يعني مناهج التعليم. وطبعا هذه بحاجة، ما في داعي لذكرها، يعني بحاجة إلى إرادات، يعني ليست مجتمعية فقط وإنما على مستوى الدولة حتى. صحيح. شكرا. أتفق معك. المؤسسات الرسمية. أيوة أستاذ سعيد. نعم. الأستاذ سلطان الناصر يقول الأهواء هي المشكلة، والناس لا تصدق الحقيقة بل تصدق ما تريد وتجعل منه حقيقة. تعليق. ما فهمت. يقول هو الأهواء هي المشكلة. صحيح. والناس لا تصدق الحقيقة بل تصدق ما تريد وتجعل منه حقيقة، يعني تصدق الأهواء وتترك الحقيقة. صحيح، وأنا أتفق معه. وأعتقد أن اليوم جزء من كلامنا كان حول هذا التحيز للأسف الشديد للجماعة، للطائفة، للطائفة بالمعنى العام، كانت جماعة دينية أم جماعة ليبرالية. للأسف الشديد لدينا إشكالية في هذا، يعني للأسف الشديد، وأنا تحدثت عنه وفي كتابي أعتقد لست من هذه الطائفة تحدثت عن هذا الشيء. جميل. الأستاذ علي البحراني يسأل ما رأيك في خطاب الأستاذ إبراهيم البليهي الداعي لتفكيك الجهل في المجتمع؟ والله أنا طبعا أنا كان لي تواصل مع الأستاذ البليهي وانقطع قديم يعني، وكنت أعرف أن عنده هو مشروع تقريبا، وقال لي لما كنت أتواصل معه أنا كصحفي طبعا وكنت أتواصل معه، وقال لي من سنوات أن لديه مشروع حول الجهل، وتحدث عنه كذلك بعد ذلك في الإعلام. وحينما صدر كتاب عبقرية الاهتمام التلقائي قرأته. أنا يمكن قرأت هذا الكتاب الوحيد للدكتور الأستاذ البليهي. لا أستطيع أن أعطي حكما على مشروعه بالكامل، لأني لم أقرأ منه إلا كتابا واحدا. هذا الكتاب اللي قرأته أنا وجدته فيه حشو كثير، يعني وأتذكر الناشر كان دار التنوير حسن ياغي، وأتذكر أنا اشتريته من معرض الرياض وقرأته في 3 أيام، ثم رجعت لمعرض الرياض والتقيت في حسن ياغي وقلت له إن الكتاب فيه حشو كثير. اتفق معي، قال لي أنا نصحت البليه إنه هو كان ب400 صفحة، قال نصحته إنه يكون ب100 صفحة ورفض هو. طبعا أنا أشوفه يكرر، واستمعت له لبعض ندواته. هو مخلص، لا نقول بأنه مش مخلص لأفكاره ولرأيه ولجرأته، وعنده جرأة، ولكن لا أستطيع أن أحكم على باقي المشروع لأن لم أقرأ منه إلا كتابا، وكانت تجربتي مع الكتاب يعني ما كانت يعني تجربة، ما بقول مش جيدة، ولكن يعني كانت بالنسبة لي صادمة يعني، أو فيها جميل. شيء من هذا يعني. جميل. عدة أسئلة لرجاء أبو علي. ما هو رأيك في ظاهرة الحالة الثقافية كمظهر اجتماعي؟ فكما نشهد كثافة للنشاط والتجمع الاجتماعي الحامل لعنوان الثقافة، كيف تراه؟ وما هو تصورك لواقع هذه الحالة ونتائجها؟ هل هي صحية؟ نعيد السؤال. ما هو رأيك في ظاهرة الحالة الثقافية كمظهر اجتماعي؟ فكما نشهد كثافة للنشاط والتجمع الاجتماعي الحامل لعنوان الثقافة، كيف تراه؟ وما هو تصورك
لواقع هذه الحالة ونتائجها؟ وهل هي صحية أم انعكاسها سلبي على الوسط الثقافي والثقافة نفسها؟ وهل لديك توصيات بشأنها؟ رجاء أبو علي. أول شيء أشكر الأستاذة رجاء أبو علي على سؤالها. طبعاً أي حراك ثقافي هو فيه أو مفترض أن فيه إثراء. وأنا أعتقد أن حتى لا يكون يعني لا يعني ننهى عن خلق ونأتي بمثله، أعتقد أن هناك حراكاً ثقافياً منتجاً لدى، ربما يكون قلة ولكن في إنتاج. يعني إحنا حراكنا الثقافي الأدبي الشعري لا يمكن أن يعني نقول عنه شيئاً إلا أنه حراكاً يعني أصبح له حضور عربي وحضور خليجي، وحضور حراكنا الشعري والأدبي حاضراً، وللأسف حراك مثمر ومنتج. لكن الحراك النقدي هو حراك ضعيف. لدينا حراك، الأزمة لدينا والمشكلة عندنا هو في النقد. الحراك النقدي حراكا ضعيفا. لما أقول ضعيفا لا يعني بأني أهمش أو ألغي أسماء موجودة. يعني حينما أذكر النقد ما لا شك فيه، اختلفنا أم اتفقنا معه، أستاذنا الدكتور عبدالله الغذامي حالة صحية في المشهد الثقافي السعودي والخليجي والعربي حتى وإن اختلفنا معه، والاختلاف معه أمر طبيعي، ولكنه أستاذ كبير ما لا شك فيه. الأستاذ محمد العباس ما لا شك فيه بأنه ناقد كبير، اختلفنا أم اتفقنا معه. الأستاذ محمد الحرز ناقد كبير، اتفقنا أم اختلفنا معه، وأثرى الساحة النقدية ما لا شك فيه. ففي حراك ثقافي، في حراك نقدي. أنا من خلال علاقتي بالشباب يعني أعتقد أن في ناس عندهم يعني عندهم ثقافة وعندهم فكر قيم يقدموه، يعني بالعكس يعني. فأي حراك أنا أشوفه حراك مثمر حتى وإن أدى يعني إن كان في بعض السلبيات، ولكن هذه السلبيات لا تلغي الشيء الجميل في هذا الحراك. اليوم أصبح لدينا حراك فني وحراك أدبي وحراك ثقافي. اليوم الفنان السعودي على سبيل المثال له حضورا عربيا وحضورا خليجيا، ففي حراك جميل، وحتى وإن كنا ننتقد بعض الحالات يعني. جميل، شكرا. أمين الصفار تفضل. شكرا لك أستاذ أحمد، يعطيكم العافية. شكرا لك أبو رمزي. في الواقع أنا مداخلة بسيطة جدا. أنا أعتقد أنه في سواء المثقف أو غير المثقف، حتى نجوم السوشيال ميديا، كل هؤلاء يعني مارسوا نوع من الوصاية، لكن يمكن تفهموا أنه ما حد قاعد يعترف أنه يمارس هذا الوصاية، سواء كان بشكل تقليدي أو بقصد تلقائي أو بقصد أو بدون قصد يعني. ولكن فعلياً الواقع العملي يقول لا، هو يمارس الوصاية طبعاً بغض النظر عن المبررات، إذا كانت على قاعدة الإحلال أو الفراغ أو غيرها من القواعد. ليأكد جانب الوصاية هذا أنه الكم أو سيل النصح والتحذيرات اللي نشوفها على المجتمع وحالة التذمر من المجتمع وسلوكياته المستمرة بشكل وكأنها هي الشيء الطاغي تقريباً في المشهد، سواء كان من رجل الدين أو من المثقف أو حتى نجوم السوشيال ميديا، أنا ما بضغط عليهم ولكن أضفتهم للمجموعة الأشخاص المؤثرين نوعا ما في المشهد. أنا أعتقد أن حالة التذمر من سلوك المجتمع أو من المجتمع كله بالكامل هو أحد أبرز أشكال الوصاية على المجتمع. سؤالي أستاذنا الفاضل، هل عدم المطالبة أو هل المطالبة بعدم الوصاية هي شيء أو مطالبة واقعية، خلنا نقول سواء كانت الوصاية بشكلها الناعم أو الخشن يعني، فهل فيها منطق، هل فيها شيء عملي أن أقول عدم الوصاية لا تجوز الوصاية على المجتمع؟ وهذا هو الحال. شكرا لك. شكرا 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 أستاذ. شكرا. المثقف أو الكاتب أو أي شخص هو يدافع عن فكرته، وله الحق أن يدافع عن فكرته، وله الحق أن يقول بفكرته بأنها أجمل فكرة،
ولكن ليس له الحق أن يسيء للآخرين ويحاول أن يقصي الآخرين ليقول بأن فكرته ناضجة. هذه الإشكالية، هذه المشكلة، هنا المصيبة يعني. ولكن أنا لي الحق أن أدافع عن فكرتي وأنت تدافع عن فكرتك، لكن بلغة دون أن تكون لغة فيها سب وشتيمة. ليش دائما حتى أبين فكرتي أنا أن أشتم الآخرين حتى أقول أن فكرتي مناسبة أو فكرتي هي الأولى أو فكرتي هي الناهضة؟ فهي هذه الإشكالية. إحنا لدينا أزمة أخلاقية للأسف الشديد، لا نريد أن نخلق مجتمعا، أو ليس بإمكاننا، يعني إذا تكلمنا بدقة ليس بإمكاننا أن نخلق مجتمعا مثاليا، ولكننا بإمكاننا أن يعني على الأقل نضيق على هذه الحالة اللا أخلاقية في الخطاب الثقافي. على الأقل يكون خطابنا الثقافي في أغلبه أو نسبة كبيرة فيه هو خطاب عقلاني وخطاب أخلاقي. هذا هو يعني المطلب اليوم. شكراً. على الأقل يعني. شكرا. أستاذ علي البحراني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ما أدري إذا صوتي واضح ولا لا. تفضل حبيبي تفضل. مساء الخير على الجميع. أولا أشكر ديوانية الهويدي دكتور أبو مصطفى ولك يا أستاذ سعيد على هذه الاستضافة القيمة، والأستاذ أحمد صديق وعزيز وشاتي في مجروحة. الموضوع فعلا ذو شجون ومتشعب جدا. الجيل الحالي يعيش خلني نقول ثورة معلوماتية، عالم مفتوح ولكنه يفتقد إلى العمق. يعني تطور عصر الطباعة وإنتاج الكتب في فترة من الفترات كان فيها صناعة للفكر. اليوم نجد أن تويتر خلق لنا جيل يطرح فكرا سطحيا مجملة، وأيضا أستاذ علي، أستاذ علي أين ذهبت؟ أغلق الميوت، صار الميوت، نبغى نسأل. قطع الصوت. معذرة. تفضل تفضل تفضل. أعتقد أنك أعتقد يا علي أنك كحيت وخفت نقول أن عندك كورونا. تعرف الوضع الأيام غير. لا فعلا اللي بوصلها أن اليوم في تويتر خلق حالة سطحية من الطرح، يعني بعيدة عن العمق. المعلومات الكمية الهائلة اللي جالسة تنشر في وسائل التواصل الاجتماعية تحمل في مجملها سطحية أنا أشبهها بجيل الوجبات السريعة. يعني المعلومات اللي جالسة تقدم في مجملها خالية من العمق، ولذلك يعريها بشكل الكبير فكريا، عمق الطرح، التوجه. إدارة التويتر كوسيلة حاليا عن طريق مثل ما نشوف عن طريق الترندات اللي جالس توجه هي عملية للإقصائية مثل ما تفضل فيها أستاذ أحمد، هي عملية للتوجيه مثل ما كانت أولا المنصات اختصر أخوي علي من فضلك، اختصر حبيبي علي اللي ممكن أن يطرح الفكرة. سؤالي للأستاذ أحمد، أنا ما أدري طرحته بس ما أظن، ما أدري إذا سؤال أحمد فيه. تفضل. طرح كثير مفهل، فما رأيه فيما يطرح الأستاذ إبراهيم بليهي في موضوع الجهل؟ أجاب عليه أعتقد الأستاذ أحمد. أجاب نعم. نعم. أستاذ حسام بخمسين، وينك؟ ارفع يدك مرة ثانية أشوفك. أستاذ حسام بخمسين تفضل حبيبي تفضل. السلام تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ميد وأستاذ أحمد على على الندوة الجميلة، ونشكر ديوانية الهويدي على هذا الطرح المميز.
لو سمحت أستاذ أحمد، عندي سؤال واحد فقط. هل المعضلة الفكرية للمجتمعات العربية ناتج موروث أم عجز ذاتي؟ وشكرا لك. شكرا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد تفضل. هل المعضلة الفكرية ناتج موروث أو عجز ذاتي؟ نعم. أيوة ما أعتقد أنه عجز ذاتي طبعا، والدليل أن لدينا ناس قدموا للإنسانية، خصوصا الذي خرجوا خارج محيطنا العربي وخارج مجتمعاتنا العربية. أنا ما أدري، أرى بأن أزمة الأخلاق هي أزمتنا. الحضارات لا تبنى إلا بالأخلاق. المجتمعات الغربية يعني نهضت بالأخلاق، وحينما أتحدث عن المجتمع الغربي نهض بالأخلاق، أرجو أن لا يقول أحد بأنهم لديهم كذا ولديهم لديهم مصائب. أنا لا أتحدث عن مجتمع مثالي، ولكن حينما جاء لينتج ليعمل، أعتقد أن هناك أخلاق. إن لم تكن هناك أخلاق لا يمكن أن تقوم أن نتقدم. إحنا أزمتنا أزمة أخلاقية للأسف الشديد. نحن نقمع اللي يفكر، للأسف الشديد نقمع اجتماعيا، نقمع سياسيا، نقمع في داخل جماعة يقمع يعني. وأنا من هنا أرشد الكثيرين لقراءة كتاب أظنه مهم، وإن كان صدر قبل يمكن 14-15 سنة، الإنسان المهدور، يمكن سمعتم به، الإنسان المهدور لمصطفى حجازي، يتكلم عن حالة الهدر التي في المجتمعات العربية من رأس السلطة إلى الجماعات الدينية إلى الجماعات الثقافية. فكتاب مهم، من لم يقرأه أنصحه بقراءته يعني. الإنسان المقهور والمهدور. الإنسان المهدور، وعندك كتب أخرى، الإنسان المقهور أعتقد، بس نعم الإنسان نعم. المهدور هو كتاب مهم جدا يعني. مهم. صحيح. في مداخلة من الأخ حسين أحمد كتابة، وبرجع لك دكتور علي بعد ما أقرأ هذه. مشكلتنا مع بعض المثقفين المحليين للأسف انفتاحهم على الآخر خارج الحدود بشكل يصل لدرجة المبالغة، وإقصاهم للآخر الذي يشاركهم الوطن بدوافع مختلفة، مناطقية أو عقائدية أو فكرية. رأي الضيف في ذلك؟ ما عليه، أنا ترى يمكن سرحت ولا ما فهمت السؤال، إذا تعيده لي. أبشر. مشكلتنا مع بعض المثقفين المحليين للأسف انفتاحهم على الآخر خارج الحدود بشكل يصل لدرجة المبالغة، وإقصاهم للآخر الذي يشاركهم الوطن بدوافع مختلفة سواء مناطقية أو عقائدية أو فكرية. ما رأيك في هذا؟ هذه مشكلة أنا كنت دائما أتحدث معها مع الأصدقاء ومع المثقفين. للأسف إحنا لا نرى الجمال الذي عندنا، يعني الجمال الذي في حوزتنا لا نراه للأسف الشديد، أو نتعامى أو البعض يتعامى عنه، وهذه مشكلة حقيقية. وأنا لهذا قلت إن في تراثنا الإسلامي نزعة إنسانية، في مقولاتنا الإسلامية نزعة إنسانية، وهذا لا يعني، حينما أقول في تراثنا الإسلامي وفي مقولاتنا الإسلامية نزعة إنسانية، بمعنى أقول للناس صيروا كلكم مسلمين وصيروا تبع المذهب الفلاني، لا، إنما أقول لنأخذ ما نستطيع أن نستفيد منه كما عند لدى الآخرين ما هو مفيد وقيم. أنا لست ضد الانفتاح ضد يعني لست ضد الانفتاح على الآخر الغربي أو الآخر أيا كان ذلك الآخر، ولكن أنا أرى بأن الانفتاح على الثقافة الإسلامية الثقافة العربية هو انفتاح لا زال، خصوصا على الثقافة الدينية. يعني أنا أتذكر في سنة قبل سنتين في مصر التقينا بدكتور مصري يعمل في جامعة أمريكية، وكنا نتحدث في البهو الفندق عن الإمام علي ومقولات الإمام علي، وفي جدال ونقاش، فدخل معنا بنقاش وتحدث معنا عن الإمام علي وكأنه هو مسيحي على فكرة، وكأنه يعرف الإمام علي، وقال بأننا نحن
ندرس شخصية الإمام علي ومقولات الإمام علي بأنها مقولات سابقة لزمانها والآخرة. فنحن خلنا نفتح على الجميع، يعني لا ننغلق، وهذه هي الأزمة التي تحدثنا عنها يمكن في كلامنا اليوم، أنها هي أزمة التعصب للأسف الشديد لما عندي ضد الآخر. جميل. أستاذ دكتور علي العلي، تفضل. مساء الخير، يعطيكم العافية وتقبل صيامكم وقيامكم، شكرا للدعوة وللأستاذ المحاضر. الله يسلمك. أنا عندي نوع من التأييد أو المداخلة، وعندي تساؤل. أنا أتفق حقيقة أن احنا عندنا مشكلة حقيقية مثل ما سماها الأستاذ الهلال، اللي هي مسألة الأخلاق، أنا أسميها مسألة الذوق العام. في اضطراب عندنا في الذوق العام والتعاطي. صحيح. وأيضا عندنا مشكلة في الانغلاق أو المحلية، أنا أسميها المحلية، يعني ما عندنا أبعاد إقليمية أو أبعاد عالمية في التعاطي. تساؤل عندي، ما أدري يتفق فيه أو يختلف معه، وإذا كان يختلف معه يا ريت يوضح، وإذا كان يتفق أيضا كذلك. أنا أعتقد أن الحالة الثقافية عموما فيها ركود لا يقل عن نصف قرن عندنا، وأسبابه كثيرة، وفعالية أو آليات تفعيل هذا الركود أحصرها بثلاث أسباب. السبب الأول أنه نفتقر إلى الحواضن النخبوية للثقافة. السبب الثاني أعتقد لا يوجد حتى في الحواضن، سواء كانت هذه الحواضن جمعيات نفع عام أو مؤسسات صحفية أو أي إن كان جمعية خريجين غيره، لا تفتقر إلى البرامج المنظمة step by step، يعني برامج واضحة ذات مراحل، فلذلك فيها نوع من الاضطراب والفوضوية على مستوى التعاطي وعلى مستوى إرساء الحالة الثقافية. النقطة الثالثة، أعتقد أن نفتقر إلى حلقة وصل ما بين النخب وما بين الطبقة الاجتماعية العامة، اللي أقصد فيها اللي هو الأجيال اللي تتجدد، يعني جيل الثمانينات ويأتي جيل التسعينات ويأتي جيل الألفين. من الأدلة أو الأمور الآن الحالة اللي نعيشها، حالة الكوفيد 19، أنا أعتقد الفرصة ثمينة للنخب الثقافية أن تقدم مشروحها الآن وتعرض نفسها في قبال الأفكار اللي مطروحة، ويثبت نفسه في الساحة من يستطيع أن يكون قاعدة جماهيرية على أسس علمية وفكرية ومعرفية. وشكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا يا دكتور، شكرا. أيوة تفضل. هو تحدث طبعا، التأييد احنا متفقين فيه، لهذا لن نأخذ وقتا. هو تحدث عن الركود الثقافي وعن التواصل بين الأجيال. أنا قلت بأن لدينا أزمة نقد، يعني نقد بالعموم، لدينا نقد أدبي، نقد فني، أي نعم، لكن نقد يعني حقيقي للفكر، نقد فلسفي، لازلنا يعني في قصور بهذا الجانب. أنا أتذكر بأني عملت تحقيق في المجلة العربية، شارك به نخبة من المثقفين العرب في لبنان، في الخليل، في سوريا، أعتقد نخبة من المثقفين العرب، كان سؤالا واحدا سألته، وشارك معنا كذلك من السعودية الأستاذ محمد الحرز، وأذكر تركي الحمد، وأستاذنا محمد العلي، وأتوقع البليهي إن لم تخني الذاكرة لأن تحقيق من 10 سنوات. فسألتهم سؤالا واحدا، هل المثقف لدينا يبدع المصطلح أم هو يستهلك المصطلح؟ بمعنى يأخذ المصطلح ويأخذ المصطلح من الآخر ولا يبدع المصطلح. جميعهم أجابوني بأنهم إن المثقف لدينا لا يبدع المصطلح. أنا أعتقد أن هذا يعني دليل بأن حالة الحراك الثقافي الفكري لدينا فيها أزمة شوي، خلنا نقول حتى لا أبالغ، إذا صرنا لا نبدع المصطلح، وخصوصا أن يقال في الغرب لديهم حالة ولادة عجيبة لولادة المصطلح
البعض يقول بالآلاف تولد، يعني هناك مصطلحات تولد من جديد بالآلاف لدى الغرب، تولد المصطلحات. ولادة المصطلحات يعني يعطيك دليل على حالة الحراك الثقافي في المجتمع. إحنا للأسف الشديد أنا أقول لدينا، ولهذا دائما أقول لدينا حداثة أدبية كبيرة جدا وثرية جدا، ما في شك في ذلك، ولكن الحداثة الفكرية لازلنا كما أجابني أنا، يعني كما قال لي مرة في جلسة مع أستاذنا محمد العلي، فهو ينظر لنا أبو الحداثة، فقلت له ما الذي تحقق من الحداثة؟ قال حداثة الفكر بيننا وبينها 3 أشهر ضوئية. يعني هذه كانت إجابته. نحن لدينا حداثة الشعر والأدب، هو الذي قال طبعا هذا كلامه، أما حداثة الفكر فبيننا وبينها 3 أشهر ضوئية. وأعتقد بأن حالة العصبية والأزمة الأخلاقية تنبئ بذلك، تنبئ بأن لدينا يعني قصور في الإبداع والإنتاج. جميل، لدينا كثير من المداخلات وعندنا بس 8 دقائق متبقية، فنختصر شوية. محمد صالح، محاضرة وطرح رائع، بارك الله فيك أستاذ أحمد. لدي سؤال، لماذا لا يكون الطرح الثقافي أكثر تبسيطا للمجتمع العربي الذي يطغى عليه البعد عن الثقافة وصعوبة استيعابه لبعض المصطلحات حتى يمكن جذبه للوعي الثقافي وتقبله؟ أنا مع صراحة مع، ولكن دون يعني يعني دون إسفاف، أو إن لا بد أن نوضح الفكرة في النهاية. الفكرة يجب أن توضح، المصطلح يجب أن يوضح بلغة سهلة وسلسة، ولكن دون أن يفقد الفكر قيمته. وهذا رأي ترى على فكرة، رأي حتى رأي أنيس منصور في مصر. أنيس منصور يقول أنا أكتب المقال، هو أستاذ فلسفة ويعني كاتب كبير ومعروف رائد من رواد الحداثة والثقافة والأدب، يقول أنا أكتب مقال لم يفهمه البواب في اللي يعمل معي في المكتب، فأنا العيب فيني وليس به. نعم. فأنا مع التبسيط بس دون أن يخلط، مع التبسيط. الدكتور حبيب شويخات يقول تشخيصنا للخطاب بأنه وصاية أم غير ذلك لا يغير كثيرا في ماهية وطبيعة الخطاب، قد تكون المشكلة هي قراءتها بأنها وصاية، قراءتها بأنها وصاية، ربما ينحصر دور المثقف في عرض فكرته والخيار للمتلقي. رأيك في يعني أنا تحدثنا عن هذا، أنا تحدث أذكر في إجابة أخرى عن هذا، إن المثقف يوضح فكرته ولكن دون إساءة للآخرين، دافع عن فكرتك كما تشاء، هذا حق من حقوقك أيا كانت تلك الفكرة، لك الحق في ذلك، ولكن دون الإساءة إلى الآخرين. إحنا مشكلتنا هي في التعصب، بمعنى الإساءة، بمعنى التحيز، بمعنى أن إحنا للأسف الشديد نخلق خطابا في الأخير، خطاب لا يخلق حالة سلمية في المجتمع، نريد أن نخلق حالة سلمية طبيعية في المجتمع. جميل. دكتور عبد الواحد المرهون، تفضل أبو مصطفى. دكتور عبد الواحد تفضل. السلام عليكم أبو رمزي. عليكم السلام، تفضل حبيبي، تفضل أبو مصطفى. شكرا. بس بغيت أسأل، هل أدوات التغيير الاجتماعي معروفة ومحددة؟ وهل ديناميكيتها معلومة؟ يعني لو تغيرنا شيء في واحدة من الأدوات هذه نقدر نقيس التغيير في المجتمع؟ هل في قياسات في المجتمعات العربية للتغييرات ولا ما في؟ ومن يضبط التغيير في المجتمعات العربية؟ يعني مثلا في أمريكا خلينا نقول يسوي سيرفي، بعد ما يضيفوا شيء معينة تلاقي يسوي سيرفي ويقيس التغيير اللي صار في المجتمع. هل إحنا عندنا في العالم العربي شيء زي كده ولا أمورنا مراكز بحوث اجتماعية مثلا؟ أيوة، ولا أمورنا عشوائية كده مهدودة؟ شكرا أبو مصطفى، شكرا حبيبي. شكرا. يبدو لنا فيما لا يحضرني أسمع الآن، لكن من يضبط؟ أنا في رأيي هي الدولة، هي التي تضبط
وتقيس أن المشروع الحضاري الثقافي هو مشروع الدولة، يعني المشروع الحقيقي. ولهذا يجب أن هي الجهة المحايدة لتستطيع أن تفصل ما بين المتخاصمين، وتستطيع أن تمنح الآخرين للآخرين حق، أو تحمي الآخرين، تحمي عمل الآخرين، تحمي اشتغال الآخرين. هي الدولة في النهاية. المجتمعات طبعا في مجتمعات ما يسمى المجتمع المدني ولا آخرة، هي المجتمعات المدنية ولا آخرة هي جزء من هذه المنظومة العامة الشاملة من منظومة الدولة أنا في رأيي. فهي التي يعني يعول عليها قياس وتنظيم هذا الحراك الثقافي. هل ترى أن الإنسان العربي أبو مصطفى حبيبي في مداخلات واجد، الله يتفضل. شكرا حبيبي. الأخ فؤاد الجشي يقول في مقال سابق للكاتب زكي صدير في مجلة العرب عام 2018 يقول: هل دخل الواقع الثقافي السعودي عصرا جديدا؟ أعتقد أنه يكرر عليك هذا السؤال، هل دخل الواقع الثقافي السعودي عصرا جديدا؟ والله شوف، يعني أنا ما أدري شو يقصد الواقع الثقافي، كلمة عامة يعني، لكن نعم. أنا قلت لدينا نتاجا أدبيا وفنيا يعني ما لا شك فيه هو مناقص، ما لا شك فيه له حضور يعني، فما يعني لدينا حضور ثقافي يعني، لا نجلد نفسنا كثيرا يعني لنهضم حقوق الآخرين. محمد، الدكتور محمد هويدي، أبو مصطفى تفضل داخل، تفضل. أبو مصطفى. أنا آسف. طبعاً إحنا لما نحاول نحل أي مشكلة إحنا ننظر لها أعتقد بس من نظرة اجتماعية ومن نظر سيكولوجية الجماهير، لكن واقعاً إحنا عندنا جينات نرثها من آبائنا، وبعدين لما نجي احنا معروف ان من ناحيه النيورولوجيه، من ناحيه العصبيه للدماغ، ان الانسان يتشكل في الفص الامامي اللي يسمونه بريفرونتال لوب، ان يبتدي يتشكل في اول 21 سنه من حياه الانسان، بعدها خلاص يجمد ولا يمكن تطويره، من الصعب تغييره. الشيء الاخر ان احنا عندنا دماغ فيه مليارات من الاعصاب، طريقه تواصلها مع بعضها بعض اصلا متشعبه، ولذلك نحن نطلق الحديث الثقافي ونبغي الناس تغير فجأة. ما أعتقد أن الناس تقدر تغير فجأة، لأن المليارات الأعصاب هذه لازم أنها تتغير تدريجياً، بالإضافة إلى البريفرونتال لوب هذا خلاص راح انتهى. وهذا بس مداخلتي. شكراً أبو مصطفى. وأنا أتفق مع أبو مصطفى، وأعتقد أن أنا قلت في كلامي أنه يحتاج إلى وقت يعني، وباستشهادي بأستاذنا العلي هم يحتاج إلى عمل وشغل ووقت وعمل علمي ومنظم كما تحدث دكتور الهويدي، فأنا أتفق معه يعني. شكرا. المداخلة الأخيرة عند رأفت المنيان: هل تؤيد استيلاد مصطلحات أنجلو عربية في الكتابة أو فرنس عربي أو غيرها من اللغات العالمية؟ والله أنا أؤيد كل فكرة تخدم الإنسانية، يعني إذا كانت هذه المصطلحات فيها فائدة وفيها خدمة لنا فأنا معها. يعني في النهاية يعني أنا أؤمن بالشراكة الإنسانية، ومو بس أؤمن إنما هذا هو الواقع. الواقع أن الإنسانية استفادت من بعضها البعض. صحيح. بنسب حتى لا البعض يجي يقول لي العالم الغربي شو استفاد منه، بنسب كلهم بنسبته، حتى لا نزعل البعض عنده شوي نوع من جلد الذات لذاته. نعم. فإحنا نقول الكل استفاد. أنا أعتقد يعني الإنسانية تستفاد من بعضها. أنا أتمنى، ولهذا قلت في بداية حديثي كنت أتمنى أن أتحدث بلغة هي لغة الإنسان وأخاطب الإنسان، ولكن للأسف الشديد الإنسان طبيعته منتمي لفكرة، منتمي فيتحدث أحيانا فيه من التحيز شيء، حتى وإن ادعى أحيانا يعني الاستقلالية. جميل. أبو مصطفى عبد الواحد المرهون تفضل. السلام عليكم مرة ثانية، يلا جتنا فرصة. يلا لا تزعل علينا.
أما يزعل عليك أحد على رأسي أنت أبو رمزي. أبو مصطفى الدكتور الهويدي يتكلم عن أن الإنسان يتشكل في 21 سنة الأولى وموصلات عصبية وأشياء كثيرة. هذا السؤال يستفز أن الإنسان العربي ما يقرأ. يعني هذه الموصلات والأشياء أن يكبر دماغ الإنسان ويتطور وعنده مرونة إلى آخره، يحتاج قراءة، يحتاج فكر. الإنسان العربي مشكلته ما يقرأ. وأعتقد المشكلة الثانية اللي كذا بسهولة يقدر يشوفها الإنسان اللي جاي من مجتمع عاش فترة طويلة في مجتمع أجنبي وجاء لمجتمع عربي، يحس إن الناس تميل بسهولة إلى حالة الإكوليبريوم، يعني يبغى يصيروا في توازن لدرجة الكسل. هذا التوازن اللي دوروه درجة إلى مستوى الكسل، يبحثوا عن إنسان يقيدهم، يبحثوا عن كأنه مخلص، واحد فكر لي أنا ما أبغى أفكر. فهل تتفق أن الإنسان العربي لا يقرأ؟ وهل تتفق أن الكسل في الدماغ العربي وحالة النزوع لأنه يدور عن واحد يفكر عنه، هذه مشكلة عويصة تحتاج تنحل وحلولها ممكن صعبة إلى حد كبير؟ فما رأيكم أستاذنا؟ شكرا شكرا. طبعا أنا أختلف إلى حد ما مع هذه المقولة أن الإنسان العربي لا يقرأ. أنا بتحدث عن مجتمعي اللي أنا أحتك به وأروح سنويا. كنا نذهب إلى معرض الرياض ونشوف الكتب ونشوف يعني كم الشراء. هم دور النشر يقولون لنا بأن كم الشراء هو عالي. أنا أتكلم عن مجتمعي اللي أعرفه، هذا واحد. أتكلم عن مجتمع لدينا شباب يحمل الشهادات العليا وتحدث اللغة الإنجليزية ودرس في الخارج وتعلم، فما أعتقد أن هذه هي الإشكالية. لدينا مجتمع متعلم ومتنور، أو شباب متنور مثقف، ولدينا أناس ينزعون ليفكروا، ولكن المجتمع، عقبات المجتمع هي السبب. خلنا نتكلم، ثقافة المجتمع هي السبب، والثقافة اللي هي في اللاوعي أحيانا أنا أتحدث بفكرة تنويرية أو تنويرية، خلنا نقول، أو فكرة حداثية، وفي نفس الوقت أمارس الإقصاء وأمارس اللا تنوير ضد الآخرين. هذه موجودة على فكرة، يعني حينما احتكينا مع مثقفين والآخر. فشبابنا متنور بالعلم، متنور وما أعتقد هي أزمة عقل عربي. يعني في جينات الإنسان العربي التخلف، وفي جينات الإنسان الغربي التقدم. لا، هو المحيط، المجتمع، الحاضنة للأسف الشديد. الإيكو سيستم كله، نعم. نعم. الثلاثة الأسئلة الأخيرة، وأستسمحكم عذرا لأنه بعدين الأستاذ أحمد يطلب منه أوفر تايم. صادق ما هي أهم الأستاذ صادق إسماعيل يقول: ما هي أهمية النقد الذاتي في إصلاح الفرد والمجتمع؟ هل تراها ضرورية؟ السؤال الآخر، هل الأخ الأستاذ فرحان الشمري، هل تعتقد أن تفعيل المجتمع المدني يساعد في سرعة التغيير؟ وناخذ مداخلة صوتية من الأستاذ نزار ونختم بإجابة. تفضل أستاذ نزار. أستاذ نزار تفضل. السلام عليكم. لا، بس عندي تعليق بسيط على ما قيل عن الشعب العربي لا يقرأ. في الواقع هذه ترددت المقولة كثيراً في خلال المنتدى هذا، واستفزتني كثيراً أيضاً. وأنا أتفق مع الأستاذ أن الشعب العربي يقرأ، والدليل وجود مثل هذه المنتديات، يعني في 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 السعودية لوحدها في أكثر من منتدى بها من هذا النوع، وفي البحرين، وفي دول كثيرة من الخليج وغيرها من الوطن العربي. وفي شخص ظريف صديق لي قال لي: يا أخي، لماذا يتهم الشعب العربي أنه لا يقرأ؟ أنا أعتقد أن الشعب الأمريكي لا يقرأ، والدليل أن واحد مثل بوش حكمهم وبعدين جي ترامب حكمهم. وشكرا. شكرا حبيبي، شكرا. تفضل الأستاذ أحمد، تفضل. أي السؤال، النقد الذاتي؟ نعم، ما هي أهمية النقد الذاتي في إصلاح الفرد والمجتمع؟ ما هي أهمية ما هو أهمية النقد الذاتي في إصلاح الفرد والمجتمع؟ يقصد نقد المثقف ذاته، أو يقصد نقد المجتمع، أو نقد الجماعة،
أنا أعتقد النقد سواء للمثقف، نقد تجربته يجب أن ينقد تجربته، ويجب أن ينقد مجتمعه، ويجب أن ينقد جماعته. يعني إحنا لدينا مثقفين لا يقبلون النقد، يعني يستاءون من النقد، وهذا يعني من خلال احتكاكي فيه الكثير منهم يعني يرى بنفسه بأن يعني عنده حس أبوة. نعم، أبوة. نعم. أبوة على المثقفين، يعني على خصوصا المثقفين الشباب، لهذا لا يسمح بالاختلاف مع أو نقده، يعني كأنها تهز من قيمته الثقافية. جميل. السؤال الأخير جدا، الاجتماع أيوة. تفعيل، هل تعتقد أن تفعيل المجتمع المدني يساعد في سرعة التغيير؟ تفعيل المجتمع المدني، تجارب المجتمعات الأخرى الغربية، نعم ساهم في إيجاد التغيير وحالة التغيير، وأعتقد بأن نحن نمارس جزء من ذلك في مجتمعنا. يعني لما نجي جمعة الثقافة والفنون، يعني جمعة الثقافة والفنون هي جمعية يعني إلى حد ما ينطبق عليها أنها يعني مؤسسة مدنية، لأنها أساساً هي مش تابعة لوزارة الثقافة والإعلام، إنما يعني تابعة كالنادي الأدبي على سبيل المثال. يعني فأنا ولهذا هي قدمت الشيء الكثير، خصوصاً جمعية الثقافة والفنون في الدمام قدمت الشيء الكثير، يعني حسب إمكانياتها، يجب أن نعرف حسب إمكانياتها استطاعت أن تقدم وتثري. فالمجتمع المدني أكيد يعني يساهم في التطوير والإثراء، ونحن أعتقد مقبلين على ذلك في المستقبل. جميل. دكتور سعيد، يلا لك فرصة الأخيرة. دكتور سعيد تفضل باختصار. دكتور سعيد من فضلك تفضل. السلام عليكم. شكرا لك أبو. تفضل حبيبي باختصار، تفضل نسمعك. سؤالي بالنسبة للإقصاء الثقافي، حدته في يعني الوطن العربي، هل هو في نفس حد يعني حدة الوسط المجتمع الغربي؟ وإذا كان إن الوسط الغربي مثلا عملية إقصاء الثقافي أقل، يا ترى ما هي الأسباب يعني؟ وما ما هي الأشياء اللي ممكن حنا نوفرها أو نثقف المواطن العربي حتى يصل إلى مرحلة الثقافة الغربية مثلا؟ شكرا دكتور. شكرا. تفضل أستاذ أحمد. طبعا يبدو لي أني فهمت السؤال، لأن جزء من السؤال في الأخير شوي. طبعا المجتمعات الغربية ليست مجتمعات ملاكية، وأنا يعني كتاب ألان غريش يعني هذا مثال، طبعا مثال من الأمثلة. ألان غريش عنده كتاب الإسلام والجمهورية والعالم، فرنسي طبعا، ترجمته كتاب دار الساقي، ترجم سنة 2015، تحدث عن حالة العنصرية المفتعلة ضد الإسلام والمسلمين في فرنسا. هو يقول، والمن يعرف ألان غريش يعرف أنه رجل علماني، مش علماني بس بل ملحد، يعني مش متعاطف مع الأديان إطلاقا. يقول هناك خطاب متحيز وعنصري لشيطنة الإسلام والمسلمين يقومون به أساتذات في الجامعة، يعني أكاديميين واللي يحمل درجة البروفيسور، وذكر أسماء لا تحضرني الآن في الكتاب. ففي الجماعة يمارسون العنصرية، يعني ما هي المسألة يعني مش ملائكة، هم لديهم عنصريتهم لديهم، لكنهم وضعهم يبدو أنه أفضل من وضعنا فقط، يعني أفضل من وضعنا يمكن بكثير يعني. نعم. فقط. شكراً يا يمارس العنصرية. شكراً يا سيدي. أنا عاجز عن التعبير عن سعادتي بمعرفتك أولا، وأشكر الويدي لتشريفي بإدارة هذاك. أستاذ أحمد، الكلمة الأخيرة لك وله ولكما جزيل الشكر والاحترام.
من يتحدث؟ أنا تفضل تحدث أنت، هو يختم أبو مصطفى. إيه، أول شيء أنا شاكرك أستاذ سعيد، واليوم اتصالك أسعدني كثيرا، وتناقشنا وإن كان قليل، وأنا سعيد بمعرفتك وبتقديمك الرائع والجميل لهذه الندوة اللي هي واقعا أسعدتني كثيرا، برغم أني كنت أخشى أني أقدم هذه الندوة أكون صادقا معكم، لأن كثرة الندوات الكثيرة والزوم والندوات اللي عن طريق الزوم كانت كثيرة جدا، فكنت أخشى يعني أني ما أجد، لا أجد من يسألني يعني بسبب انشغال الكثيرين في اللقاءات الكثيرة. أنا أشكر كذلك الحضور جدا، شاكر كل من سألني، ولن نتقدم إلا بالنقد، وأشكركم من أعماق القلب، وأشكر دكتور الهويدي شكرا جزيلا. أنا طبعا أشكركم جميعا، أشكر الضيف وأشكر المحاور وأشكر الجمهور، ما قصرتون واقعا، لقد أبدع الضيف وكذلك أبدع المحاور، وأخرج الضيف بطريقة جميلة جدا. وأنا أشكر طبعا أبو رمزي على إدارته للوقت، لأن الكثير يحاول أن يتحدث ويظن أن هو فقط المسموح له الحديث وغيره ليس مسموح له الحديث، ولكن في ديوانيتنا للجميع نفس الحقوق. عموما في الغد عندنا جلستان، الجلسة الأولى ستكون الساعة 9، وهذا للمهتمين بالتراث، ستكون ضيفتنا المصممة الأزياء جميلة الشمري، وسيكون موضوع عن ملابس التراثية السعودية، منشأها ومن أين دخلت، وثقافات واختلافات مناطق المملكة. وبعدها الساعة 10:30 سيحل علينا ضيفا للمرة الثانية ولحسب طلب الجماهير، الدكتور سعيد سلمان الجارودي، موجود عندنا، وسيحاوره السيد حسن سلمان الحاجي، وسيكون الموضوع جدا شائق، وهو عن الابتكارات وتطبيقات الذكاء الصناعي الطبية. لكم منا أفضل تحية ونشكركم جميعا. شكرا للجميع، وتصبحون على ألف خير ومحبة، وإلى اللقاء.